زوج بيع مقابل 18 يورو فقط. يقول الخبر: أثارت امرأة ألمانية جدلا واسعا بعدما عرضت زوجها للبيع عبر شبكة الإنترنت مقابل 18 يورو فقط. وذكرت صحيفة الدسان البريطانية أن المرأة عرضت بيع زوجها على موقع إيباي الإلكتروني ب 18 يورو فقط لأنها سأمت من نظرته السلبية للأمور على حد قولها. وأضافت المرأة البالغة من العمر 40 عام من مدينة هامبورغ في إعلانها: لا مقايضة، ومن فضلكم الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني. وأوضحت المرأة أن زوجها لم يكن يعلم بشأن الإعلان حتى نشرت الصحيفة البريطانية خبرا بشأنه. وأفادت الزوجة الألمانية لصحيفة محلية أن الإعلان تم التفاعل معه بإيجابية وتلقت وجوها تعبيرية ضاحقة من المتابعين. وأوضحت أنها لم تكن تنوي خلق دراما من الإعلان، مضيفة أن الغرض منه هو بعض التسلية. متنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.